السلام عليكم. بارك الله فيك واختر مني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا باشمهندس صفي. اتفضل. كان فايت سنة مرة وتكرمت. يا أهلا يا شيخ سيد، الحمد لله على السلامة يا شيخ سيد. الله يسلم عمرك يا شيخنا. أين أنت يا شيخ سيد الشربيني؟ والله تحت أمرك، لكن ما شاء الله ربنا يوسع عليك، الاتصالات بقت صعبة جدا. لا يا أخي الكريم، أنت لك خصوصية، أنت كنت تأخذ نصف الدرس. ماشي. أنا ممكن أتصل 400 مرة عشان الخط يلقط. 400 مرة عن 25. ماشي اتفضل. بارك الله فيك يا شيخ. اتفضل. السؤال الأول يقول: هل ثبت أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى مصر بعد استشهاد الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ لا أعلم شيئا من هذا أبدا. يقولون أن مسجد سيدة زينب لزينب بنت علي رضي الله عن الجميع أتت بعد وفاة الحسين. ما أعلم والله، ما عندي علم بهذا التاريخ. طيب السؤال الثاني.